السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لسه بنريح من موضوع توت عنخ آمون، ندي الناس فرصة مع أول حلقتين كده وبعد كده هنكمله تاني، مش هنوقف. لكن النهاردة احنا مكملين مع موضوع سر الهرم الأكبر، والنهاردة هيكون هنتناول موضوع بعض تحليلات الكربون 14 اللي اتعملت على الهرم، وعندنا أكتر من بحث علمي بيتكلم في الموضوع ده، وكلهم لعلماء كبار معتمدين. أول عالم عندنا هو مارك لينر، واحنا عارفين مارك لينر يعتبر واحد من أشهر 2 علماء في موضوع الأهرامات. العالم التاني المشهور طبعا دكتور زاهي حواس، والاتنين مشتركين معانا في البحث ده. وعندنا بحثين كمان بيعملوا تأريخ بالكربون 14. البحث الأول اسمه Dating the Pyramids. فكرة الكربون 14 باختصار زي ما بنيجي نشرحها، ان البقايا العضوية، الكائنات الحية العضوية بتميل دايما انها تثبت نسبة الكربون 14 لنسبة الكربون 12 العادي. طول ما الكائن حي بيمتص من التربة والبيئة المحيطة الكربون 14 وبيخليه بنسبة ثابتة مع الكربون 12. بمجرد ما الكائن ده ما يفقد الحياة ويفقد حتة التوازن اللي بيكتسبها من انه بياخد من البيئة بتاعته عن طريق الاكل الشرب، طبعا لو نبات عن طريق الامتصاص من التربة، فكربون 14 هنا بيقف امتصاصه وبيبدأ يحصل له اشعاع. لما بيحصل اشعاع بيبدأ يتحول الكربون 14 لكربون 12، ودي ليها حاجة اسمها تي هاف، فترة عمر النصف، وهي الفترة اللازمة ان الكربون 14 يقل لنص الكمية اللي فيه. فانت لو قست كمية الكربون 14 في اي مادة كانت حية في يوم من الايام، تقدر من خلال انك ترجعها لنسبتها الطبيعية اللي انت عارفها فيها تحسب الفترة الزمنية اللي اتقضت حتى توفت هذه المادة، سواء ده كان إنسان كان حيوان كان نبات. لكن طبعا الكربون 14 زي ما احنا عارفين كده بالمنظر ده ما بينطبقش على الجماد، فبالتالي لازم يكون في نبات، لازم يكون في حيوان، لازم يكون في مادة حية. لو ما كانش في مادة حية الكربون 14 ما ينفعش ومش هيتقاس، لان في النهاية انا هحسب عمر الصخرة نفسها من يوم ما ربنا ما خلقها ما اتكونت، وهيطلع معايا النتيجة بالمليارات. يعني انا لو عملت كربون 14 على حجارة الهرم هيطلع على تاريخ تكون الصخرة الرسوبية 550 مليون 600 مليون whatever يعني. فهنشوف اولا العلماء حلوا المشكلة دي ازاي، وكان ايه نتيجة فحص الكربون 14، وكمان الابحاث التانية اللي بتأكد وبتطلع نفس النتائج، وهل طلع الهرم من 12000 سنة، هل طلع من 3000 سنة، هل طلع من 500 سنة. اتابع معانا الحلقة وهتعرف ان شاء الله. واحدة واحدة بقى نقرا البحث. البحث اسمه Dating the Pyramids. How tiny organic bits in the ancient gypsum mortar offer evidence of age as well as clues to the fabric of Egyptian life. يعني ازاي بقايا الكائنات الحية البسيطة هتوفر لنا دليل حوالين عمر الهرم، وبعد كده كمان نسيج الحياة المصري ممكن نعرفه منه. طبعا في شارك في البحث روبرت وينك، جون نولان، اند الاز اماران، وغيرهم من الناس. وزي ما قلنا هنشوف في الاخر اسماء دكتور مارك لينر ودكتور زاهي حواس مشاركين في البحث. اللي مول البحث سنة 1985 كان ادجار كيسي فونديشن، اللي شافوا معانا حلقات اطلانتس خصوصا حلقة مثلث برمودا هيعرفوا ان احنا اتكلمنا عن ادجار كيسي. ادجار كيسي ده زي كاهن او مشعوذ في العصر الحديث، متنبئ، كان بيتنبأ بحاجات ما حصلتش طبعا. وادجار كيسي كان من الناس بتوع اطلانتس، فبالتالي هو دافع عشان يطلع الهرم عمره 12000 سنة.
ها هو بيقول كده، who claimed that Sphinx and Khufu's great pyramids were built in 10,050 BC. حط عليهم 2000 سنة كده، يبقى بتوع بعد الميلاد 12,500 سنة. was paying for the analysis of our samples. يعني إدجار كيسي الراجل ده اللي عايز يثبت الموضوع بالشكل ده، اللي عايز يثبت ان الاهرامات بناها اطلانتس وكان عمرها 12,500 سنة، هو اللي دفع ومول للبحث. حلوة المعلومة دي عشان لما نشوف النتيجة في الاخر ما نقولش اتلعبوا في العينات والكلام الغريب ده. We hoped that radiocarbon dates would confirm or adjust the time frame of the extraordinary development of Egyptian civilization. بيقول بنأمل في النهاية إن نتيجة البحث تطور تأكد أو تعدل تواريخنا اللي إحنا حاطينها لتطور الحضارة المصرية. طبعا هنشوف إن النتيجة لما تطلع في الآخر مش هتعجبهم، وهيدوروا على مليون طريقة يغيروا بيها النتيجة، لدرجة ان لا دكتور زاهي حواس ولا دكتور مارك لينر في اي كتاب ليهم بيذكروا ان كان حصل راديو كربون للهرم. بالمناسبة انا كنت طلبت تحليلات اكتر، وده نتيجة زي ما هنشوف ان التحليلات مش كافية، بل ولو دققنا فيها قوي 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 المستوى اللي انا مش هوصلكوا ليه الحلقة دي، احنا هناخد كده ارقام خفيفة من الموضوع، هنكتشف ان هم مثلا محللوش الاخشاب اللي مممة الهرم المنحني، لان في شك ان السنافر اللي حاطت الاخشاب دي انها اتحطت كترميم بعد كده في عصر رمسيس الثاني. في برضه حاجات كتير كانت محتاجة تفسير ومحتاجة تتاخد منها عينات كتير، ومحتاج بقى الأبحاث تكون موثقة على مستوى الدولة عشان بمنتهى البساطة تتحط في السجلات، لكن ده ما بيحصلش. أغلب الإيجيبتولوجيست علماء المصريات بيفضلوا فكرة إن هم إيه أرخوا بعصر الأسرات وبالتواريخ اللي هم ماشيين بيها، وده اللي بيخليني رغم ان انا مقتنع ان مينا كان 4200 قبل الميلاد، هتلاقيني في اغلب الحلقات بقول لكم 3200 قبل الميلاد، لان بمنتهى البساطه ده التاريخ اللي هتلاقيه في بقيه الكتب، مش هقول لك تاريخ تروح تلاقيه غلط، الا لو كتاب مثلا زي كتاب ام حاطب اللي جبناه للدكتور راينر، وكان بيتكلم على ام حاطب 2800 2900 يا ربي 2930، فبالتالي قلنا التاريخ اللي هو كاتبه، لكن لو انا هقول ام حاطب عادي هقول 1645. Project member takes dating sample from mud bricks at the Middle Kingdom dynasty 12 of Amen Ibn Mhat the first from a wood stored in the Meidum pyramids of the Old Kingdom dynasty 4 Pharaoh Sinefro left and from the dynasty 4 settlement south of Phoenix of the Sphinx at Giza blue left photographs Carl Andrews. بيقول لك اخدوا عينات من هرم امن ابن محات الاول، وده كان من الاسرة ال 12، كان طبعا مبني بالطوب اللبن، فبالتالي كان في وسط الطوب اللبن محطوط قش، فاخدوا العينات من القش ده او قطع من الخشب، وده بيخلي الطوب اللبن اقوى. ومن المملكة القديمة أخذوا من أهرامات سنفرو، ومن منطقة الأسرة الرابعة أخذوا من هضبة الجيزة، وأخذوا من هرم خوفو، وأخذوا من الأهرامات الثلاثة المهمين، وبقيت أهرامات الأسرة الخامسة والسادسة. هواي الميدل كينجدوم ديتس ار ديتس اللي هي العينات اللي هياخدوا منها التواريخ، العينات بتاعت الأسرة الدولة المتوسطة كانت سهلة. ليه؟ لأن الطوب اللبن في قلبه زي ما قلنا قش، سواء من التبن بتاع القمح أو من تكسرات الخشب بتاعة الأشجار، وبالتالي دي مادة عضوية سهلة. طب الأهرامات الصخرية خوفو مثلا
هنجيب العينات دي منين؟ The first consolidation of the Egyptian nation state hour 1984 work raised question that led to a second project in 1995 founded by David H. Koch. ديفيد اتش كوتش ده ملياردير كان عايش موجود في التسعينات وكان برضه مؤمن بنظرية اطلانتس وما اعتقدش بنتيجة التحليل الاول فقرر انه يعمل تحليل تاني. يعني بقى عندنا تحليلين اتنين والاتنين معمولين ايه من اتنين من نظرية المؤامرة. ده كانت معلومة تانية. نرجع تاني للاهرامات الحجرية. The pyramids were originally cased with fine white limestone brought from quarries to east across the Nile Valley, cut into blocks and laid with exceedingly fine joints. بيقول لك الهرم متكون من حجارة كالسية limestone، والحجارة الكالسية دي محضورة من الجهة الأخرى من النيل، من الجهة الشرقية من النيل، ونتيجة كده والبلوك دي محطوطة ما بينها وما بين بعضها زي طبقة من المونة خفيفة ما بين الطبقات الحجرية بتمسكهم ببعض. Smaller pyramids had core of small stones and mud retaining wall and dumped fill. In the later middle kingdom بيراميدز ما بين 1897 ل 1797 mud bricks tempered with large quantity of stones. تاني رجع تاني بيحكي الموضوع من الأول إن الأهرامات بتاعت الأسرة ال 12 كان فيها قش. The core of largest pyramids like those at Giza were made of crudely cut limestone blocks. Builders fill the large seam between the blocks with irregular limestone pieces and globule of gypsum mortar. يعني الأهرامات الكبيرة مكونة من حجارة كالسية متقطعة بلوكات كبيرة، والبلوكات الكبيرة دي فيما بينها مساحات فمليينها بحجارة صغيرة ومليينها زي ما تقول كده اللي هو احنا بنسميها مونة من الجبس. المونة من الجبس الخلطة دي موتا انكلود فاير ريدش كلاي بارتكل، يعني بواقي زي ما نقول شذرات من الفحم المرمية في وسطهم اللي هو رماد. And occasionally fragments of stone tools، واحيانا بيبقى فيه بعض من الادوات اللي كانوا بيستخدموها كانت بتقع في النص. green cover نحاس اخضر flakes from chisels بعض الكسرات من المناجل and pottery shards اجزاء من الفخار. more often it contains small bits of charcoal probably derived from fire used to heat the gypsum. واحيانا كتير قطع الفحم دي اللي كان بيستخدموه عشان يسخنوا بيه الجبس. وهنا سيقول القائل ان كان لديهم تكنولوجيا متقدمة وكان لديهم اضاءة من الكهرباء، ولكن لما بنشوف الهرم وسط طبقات الصخور بنلاقي فيه قطع من الفحم عادي جدا. طب الممرات اللي حفروها ما كانش فيها باب ليه؟ لان فيه اختراع اسمه صنفرة. Given that the Giza pyramids were built with a great quantities of such mortar, we have to imagine many smoky fires dotting the work area. بيقولوا وأهرامات الجيزة كان فيها كمية كبيرة من المونة دي اللي بتمسك الحجارة، وبالتالي كان فيها كميات كبيرة من الفحم. We believe that suitable sample from radiocarbon dating could be extracted from secure context within the fabric of those pyramids, the mortar or mud bricks. وكان عندهم اعتقاد او قناعة ايمان بان العينات المناسبة لازم لدر راديو كربون
التحليل ده لازم يستخرجوه من الحاجتين دول، يا إما من الصخور الوسطية بين الأهرامات، لأن إحنا عارفين إن الأهرامات كانت متغلفة فترة طويلة، وبالتالي أي حاجة بين الصخور قديمة هتبقى راجعة لفترة البناء قبل التغليف. أو طبعا الأهرامات اللي هي مبنية بالطوب اللبن، هناخد عينة من الاستروز اللي فيها من القش اللي معمول بالطوب، وبكده ده اللي هيستخدموه في التحليل. Our dates average 364 years older than the historical dates of the kings with whom the pyramids are associated. يعني تحليل الكربون طلع في أبعد العينات فارق 374 سنة، يعني هرم خوفو بعد ما كان 2550 بقى 2920 بس، مفيش عينة أقدم من كده، إلا لو قلنا إن الحجارة بتاعت الهرم كلها وقعت وخوفو حطها تاني، ساعتها يعتبر هو اللي بنيه يعني مبدئيا. ده أجزاء من العينات بتاعت الفحم إيه اللي كانوا بيجمعوها data plant remains extract from the mud bricks، دي اللي طالعة من ايه، من قوالب الطوب اللبن. We compare the 1994 radiocarbon date with historical age estimated derived from the Cambridge Ancient History، التواريخ اللي واخدها جامعة كامبريدج. لو كانوا عملوها بتواريخ تانية مثلا زي تواريخ دكتور راينر زي ما قلت قبل كده كانوا هيلاقوها متوافقة، فهو دكتور راينر أكيد لو كان عايش في الوقت ده كان هيبقى فرحان جدا إن التاريخ اللي هو محدده وماشي عليه طلع هو اللي مظبوط في الراديو كاربون. Then radiocarbon dates was younger than the historical chronology, but we had doubted the sample were compatible with the monuments from which they were taken. كان في حاجات عمرها أحدث شوية بس كان في شك فيها. We moved from the consideration this 10 and 10 other that were single dates from the monuments. We 10 تانيين كانوا طالعين بتواريخ بشكل غريب في وسط الهرم. The remaining ones from the monument spanning dynasty 3 جوسر، ملك زوسر، 2 late dynasty 5 اوناس، يعني من اول average 364 years older than the Cambridge ancient history، يعني كلهم طالعين بنفس المرحلة ما بين هرم زوسر لحد هرم اوناس اخر الاسرة الخامسة. الفارق ما بينهم وما بين التاريخ بتاع كامبريدج دي في 374 سنة. In spite of discrepancy and radiocarbon dates confirm that the Great Pyramids belong to the historical era studied by Egyptologists through the scientific evidence not have shaken the conviction of our Casey Foundation sponsors. والهرم الكبير بينتمي لنفس الفترة اللي المؤرخين قالوا عليها، وده التحليل اللي عملته شركة كيسي. ومن ساعتها زي نربط بقى بالحلقة اللي فاتت لما جبنا الموقع بتاع دكتور روبرت شوك، انه مش جايب سيرة الهرم خالص وبيتكلم في ابو الهول. ابو الهول نحت من صرخة واحدة، فاي قطعة فحم تبقى موجودة جواه او تبقى موجودة جنبه ممكن نقول انها جت من بعد كده، فعنده كيس، عنده قضية يقدر يرفعها. وده اللي كتير من الناس اللي بتلاقيهم بيتكلموا مش عارف يعني ايه يكون عندك كيس، ان يكون عندك ادلة. في الغرب بيهتموا بالحاجات دي، في الشرق تبص تلاقيه قاعد فاتح قناة اليوتيوب ويرزع ويحط الهرم مع ابو الهول مع المسلات مع المش عارف ايه، وهم اسرات مختلفة. انت بتتكلم على اسرات مختلفة، يتكلم على معابد اصلا في تحتها اثار اقدم منها كمان، طب يعني ازاي القديم اتبنى فوق الحديث وما تفهمهمش.
لكن في الغرب الناس اللي بيتكلموا بجدية بيحبوا دايما يكون عندهم كيس، عنده كيس يقدر يشرح لك قضية. على المستوى العام الناس اللي بتتكلم على اليوتيوب في الغرب زيهم، بس على المستوى العلمي لا، لازم يكون في قضية بتتكلم فيها. فنلاقي موقع زي موقع روبوت شوك، زي موقع كيزي، زي غيرها من مواقع نظريات المؤامرة، هتلاقيهم إلى حد ما بيحاولوا يجنبوا الهرم الكبير في الوقت الحالي، محتاجين وقت بس الناس تنسى ايه نتائج الاختبارات دي حتى على المستوى العلمي. وزي ما قلنا نتائج الاختبارات ما بتتقالش كتير، واحيانا بعضها محتاج تأكيدات لبعض الاشياء اللي ما اتعملهاش الاختبار. فممكن يرجع الهرم تاني في فيديوهات في كتب الناس الكبار منه، لكن في الوقت الحالي خلينا بنتعامل ايه على المستوى اللي هو الشعبوي العادي. In dealing with the 374 years discrepancy, we had to consider the old wood problem in 1994. We thought it was unlikely that the pyramid builder consistently used certain centuries old Egyptian wood as foil in preparation mortar. بيقول هو هنا ما عجبتوش النتيجة ان الفرق طلع 374 سنة، لا هو عايز نفس التاريخ بتاعه بالظبط، فهيقعد يدور على أدلة حوالين ان المصريين القدماء استخدموا أخشاب أقدم ب 400 سنة من بناء الهرم، فإن هما يولعوا فيه. ده حاجة غريبة جدا يعني، مصر بلد زراعية وبالتالي لما بتيجي تولع بتبقى الحاجة يعني الخشب مش هيكون فات عليه 5 أو 6 سنين. وفكرة ان يكون عندك اثر قديم مثلا مركب باظت، هو هيقول كده بعد كده في الكتاب، مش هنجيب الكلام ده لانه بره السياق يعني. ومش قصدي خارج السياق ان الراجل غلط انه ذكره، لا خارج سياق الحلقة، ان احنا عايزين الحلقة بس حوالين تاريخ الكربون 14 البسيط اللي اتعمل للأهرامات عشان يدينا زمن تقريبي للهرم، في انتظار بحوث أكتر وتحاليل أكتر لأهرامات وقطع أثرية كتير أكتر من كده، بعارفين تواريخهم وبتمتد لفين. فكون نرجع تاني الموضوع اللي هو كان بيحاول يلغي 374 سنة دول للفرق، فقال بمنتهى البساطة ان ممكن يكون استخدموا حاجات قديمة، اخشاب كانت استخدمت على هيئة سفن، توابيت، معدات، ولما مر عليها الزمن 400 سنة فادمت. في النهاية حرقوها واستخدموها كفحم. طبعا دي قضية يعني هيبقى كميتها قد ايه، يعني هما كان عندهم كام سفينة محروقة، احنا هنشوف كميات الفحم بعد كده قدام قد ايه. فانا شايف ان دي مش كيس او مش قضية، خصوصا ان في هامش 10% خطأ في تحليل الراديو كربون والنتيجة مش دايما حاسمة بشكل كبير، فعادي يعني. The 1984 result lifts us with too little data to conclude that the historical chronology of the old kingdom was in error by nearly 400 سنة. في النهاية تحاليل سنة 1984 ثابتهم مع نتيجة ان عندهم خطأ في التاريخ لمدة 400 سنة. But we consider this at least possibility alternative radio carbon age estimation with where an error of some reasons we had to assume that many other dates obtained from the Egyptian materials were also suspected. This promoted a second luxury study. وكانوا محتاجين يأكدوا الموضوع ده من عينات تانية، وده اللي اتاخد بعد كده في البحث التاني، وعشان يتأكدوا هل في فعلا فرق في السنين ولا لا. في سنة 1995 بروجكت اخدوا during 1995 more than 300 samples were collected mostly by team members of Robert Wink and John Nolan. We assembled mountain ranging from the Dynasty 1 tomb to Saqqara to Djoser pyramids, the Giza pyramids and selection of Dynasty 5 and 6 and Middle Kingdom pyramids. Samples were also taken
from excavation on the Giza plateau were two largely intact burials were discovered in 1991. بيقول في البحث بتاع 1995 اخذوا عينات من معبد رجع للأسرة الأولى، هرم سقارة لزوسر، أهرامات الجيزة، بعض أهرامات الأسرة الخمسة، الأسرة الخمسة والستة، أهرامات من الأسرة المتوسطة، الدولة المتوسطة اللي هي الأسرة الـ12، وعينات من هضبة الجيزة نفسها. عايزين أي عينة تقول لهم تاريخ قديم، هيرموا ده كله وياخدوا العينة بتاعت التاريخ القديم دي. Mortar or other tasks requiring high study heat, we ended up with 123 new dates from 1984 and 1995. We now have a total 235 days. عندهم 235 تاريخ including 42 لهرم خوفو. In general, the calibrated dates from 1995 Old Kingdom pyramids sample tend to be 100 to 200 older than the historical date from respective kings and 200 years younger than, our 1984. قال لك في الغالب لو خدنا المتوسط العينات هيطلع في النص، يعني 400 بقت 200. ممكن نتيجة تقدم الزمن هامش الخطأ بعد او ان اختاروا عينات، بس هو عموما خلاص يبقى الهرم تاريخه بالشكل الحالي 2694 قبل الميلاد. من 2917 بقى 2694، وزي ما بنقول فيه دايما هرم مش خطأ 10%. 10% في 4000 سنة يعني 400 سنة، يعني ممكن يكون 400 سنة فوق 400 سنة تحت. وهنشوف بعد كده لما نشوف النتائج بشكل واضح ممكن نطلع منها بحاجة حلوة في الآخر. Closer to the pharaohs historically dates من 2549 ل 2566 but still century older. النتائج طلع قريبة من التاريخ اللي هم حاطينه للفرعون اللي بناه. Varying widely even for a single monument for Khufu, they scatter over range of about 400 years. هي دي النقطة اللي احنا قلناها قدام، ان النتائج مش طالعة كده 200 بالظبط، ده هو اختار العينات اللي في النص، لا ده العينات واخدة حيز زمني حوالي 400 سنة، في عينات اقدم من عينات ب 400 سنة. فلو احنا تعاملنا مع الرقم ده بالشكل ده ممكن يقول لنا ان الهرم قاعد يتبني على فترات طويلة، والنتيجة دي احنا مش عايزين نوصل لها. يعني هرم خوفو مش خوفو اللي بناه، ولا هرم خفع مش خفع اللي بناه، ولا هرم منقرع، ولا هرم ممكن هرم زوسر اللي هنلاقي هنشوف نتائجه قدام، لكن دي كانت مشروعات، وكانت كل الاهرامات دي بتبني مع بعض تقريبا في شبه توقيت واحد، وكان كل ملك بيجي بيكمل مع الملك اللي بعده لحد ما تقفله بعد 400 سنة. طبعا ده احتمال بعيد، طبعا داي الاماكن اللي اتاخدت منها بيقول الشقوق اللي ما بين دي خشبة طالعة من هرم سنفرو، دي شق ما بين حجرين في الهرم اللي هو هرم ميدوم، هرم ابن محات. Middle Kingdom pyramids of the dynasty 12 pharaohs ابن محات سونسيرت and امنحوتب two samples from mud breaks and mud layers on the ruined core of the pyramids. ابن محات the first produced dates more than 800 years younger than the end of its region. في عينات اللي اتاخدت من اهرامات الاسره المتوسطه زي ما قلنا طلعت اصغر ب 800 سنه من عمر الهرم، يعني حوالي سنه 1200، وفي الغالب دي نيو كينجدم راميسايد بيريود، يعني دي الترميمات اللي رمسيس الثاني كان بيحطها على الاماكن دي لما كانت بتنهار.
رمسيس ما طلعش شرير قوي اهو يا جماعة، كان بيرمم آثار ناس سابقينه. Pyramids of Sunasert the second which ranged from 103 years older to 87 year older than the historical dates for this region, his region. With four dates of about by only 30, 24, 14. يعني الهرم بتاع سوناسرت الثاني أقدم عينة 103 سنة، وأحدث عينة قبل 14 سنة من تاريخه، and 3 years، في كمان عينة من 3 years قبل تاريخ اللي هو محطوط له في الكتب. If the Middle Kingdom radiocarbon dates are okay, burying mistake simply why are the Old Kingdom one from pyramids so problematic؟ يعني إذا كانت المملكة المتوسطة أوكي، ليه المملكة القديمة بالنسبة لهم فيها مشكلة؟ هو تاني هو يعني أحمد ربنا أنت كنت رايح على 12,000، طلعت معاك النتيجة فرق 200 سنة مش عاجباهم. لو أنا استحسنت النية، هو الراجل قصده بمنتهى البساطة إنه عايز التاريخ يطلع بيرفكت. لكن بما ان اللي ممول مرة ادجار كيسي مرة ملياردير غاوي نظرية المؤامرة، فبالتالي هو بيحاول يشككك في نتائج الأسرة القديمة الدولة القديمة عشان بمنتهى البساطة ما تذكرش الكلام ده لو انا سيء النية. بس انا مش سيء النية، فانا هاخده بنية حسنة ان هو الراجل كان عايز التاريخ يا عيني يطلع مظبوط بالظبط، رغم ان في النص في فترة، حاجة اسمها فترة الانتقالية الاولى ما بين الدولة القديمة والدولة المتوسطة، والفترة الانتقالية دي ما نعرفش هي كام سنة بالظبط، ممكن تكون اطول 200 300 سنة، ممكن تكون اقصر. في ملوك كتير مسكوا فترات حكم زي ما بنقول ضعف المدة اللي مكتوبة لهم، في اشياء كتير جدا ممكن تديك فرق ال 200 300 سنة دول. لكن هو هنا بيتكلم حوالين ان بيحاول بقى يشرح ان ممكن زوسر كان عنده اواني من الاسرة القديمة، ومش عارف مين كان واخد ايه منين، والفحم اللي كانوا بيحرقوه. قال لك زوسر جذرد اب ذا ستون فاز، الفازات الحجرية بتاعته، from the 200 years old archaic tomb at North Saqqara، ان هو واخد الفازات الحجرية بتاعته من معبد اقدم منه ب 200 سنة، بس في النهاية 200 سنة مش 10,000 سنة. والداينستي 12 هتلاقي امين حطب الاول actually took bits and pieces of old kingdom tomb chapel and pyramids temple including those of the Giza pyramids and dumped them into the core of his pyramid. ابن محات برضو الاول واخد قطع من الهرم، والكلام ده احنا قلناه قبل كده في حلقة عائلة الملك خوفو من كتاب دكتور زاهي حواس، لما كان بيتكلم حوالين سرقة كسوة الأهرامات، قال إن ابن نمحات استخدم حجارة من منطقة الأهرامات، لكن دي إعادة استخدام من السرقة، لكن العرب لما خدوا كسوة الهرم اللي وقعت في الزلزال في القرن ال13 وبنوا بيها القاهرة، دي سرقة مش إعادة استخدام. وحتى أنا عقبت على الكلام بنفس التعقيب ده. فتاني المعلومة كنا قايلينها قبل كده يعني إن هما كانوا بيستخدموا أحجار من بعض، وده كان فيها تواريخ. Dynasty 6 of Teti they ranged between 2792 BC and 2543 BC. The historical time frame of Dynasty 3 and early Dynasty 4 198 سنة before the beginning of Titi's region. يعني هو مش عايز يقول تاريخهم، فهو بيقول لك تيتي كان 2792، فالمفروض الأسرات الثالثة والرابعة 200 سنة قبل الكلام ده، يبقى هيبقوا حوالي 3000 3100 3200، الهرم 2900 2800 كده.
Later, Arnold reports that most of the pottery from the mud bricks core of the Sinuset Three Pyramids is Old Kingdom. We know from texts that there was an Old Kingdom settlement nearby attached to the two large stone pyramids of the dynasty for King Senefer. وهنا برضو حتى هرم سونسيرت الثالث كان فيه حجارة بتعود إلى عصر الأسرة القديمة. وعشان كده قلت لكم يا جماعة أنا لغيت اسم الحضارة المفقودة، لأن الدولة القديمة الأسرة الرابعة تعتبر هي الحضارة المفقودة، هي اللي بنت حاجات كتير جدا وحضارات كتير وأسر كتير جدا بعد كده أخدت من اللي هي بنته وحطت في أهرامها ومبانيها، وبالتالي لما جينا نحلل ده كله رجعنا لعصر الدولة القديمة تاني. يعني آثار الأسر الخمسة والستة والاتناشر وطبعا الأهرامات اللي اتبنت في الأحداشر وفي التلاتاشر كلهم تيجي ترجعهم كده على بعضهم هتلاقيهم في التحاليل طلعوا قريبين من عصر الدولة القديمة. South of the Sphinx we excavation extensive remains of facilitate for storage and production of fish meat breads and copper that date to the middle and end of dynasty 4. في جنب ابو الهول لقوا مكان مخزن كان فيه سمك ولحمه وعيش ونحاس وحاجات كتير بترجع لنهايه الاسره الرابعه اللي هي الفتره ما بين خفرع وما بين منكوع، ولما جينا ارخناها طلعت ما بين 2532 و2504، دي فتره منكوع التاريخيه بالنسبه له. طبعا هتقولي التيتي كان سابق منكوع، لا هو هنا لا مش شرط ان يكون منكوع اللي خزن الحاجات دي، هم دول طلعوا في الفترة دي بس. The other five however range from 350 to 100 سنة older. في حاجات كانت اقدم من كده ب 350 سنة. فمعنى كده ان هضبة الجيزة تنتها مسكونة لحد الثورة. وبالتالي كان في اكل للكهنة اللي كانوا موجودين في المعابد هناك، فما اقدرش اقول ان الاكل ده ليه علاقة، يعني هو الحاجات اللي طالعة ما بين الصخور هي دي الاصح. On the other hand, two samples from the same small charcoal rich deposit produced the date 163 years apart. في قطعتين من الفحم طلع فرق زمني ما بينهم 163 سنة. Like those from the pyramids, the dates on the charcoal from the settlement scatter widely in time with many dates older than the historical statement. بل وجنب الهرم كان في برضو قطع الفحم اللي كانت من هضبة الجيزة كان في ما بينها نفس الفروق في التاريخ. The more we work at Giza, كل ما بنشتغل في الجيزة and the more we dig our site وكل ما بنحفر في الموقع بتاعنا the more impressed we are at the vast amount of wood fire the dynasty for Egyptian must have consumed at first. كل ما بيحفروا في هضبة الجيزة كل ما بينبهروا من كميات الرماد اللي ناتج لهم من الفحم، قطع الفحم اللي موجودة في المكان. At first it was the amount of wood charcoal in a huge pyramid building. كانت كميات الفحم على شكل هرم كبير. Waste dumps من البواقي. Then we begin to find deep and extensive deposits of ash and charcoals. وبعد كده بقوا يلاقوا طبقات كثيفة من الرماد والفحم. In context like the old kingdom bakeries in our 1991 season. والكلام ده لقوه في الحفريات بتاعتهم اللي كانت سنة 1991. In some cases the excavators were working ankle to knee high in dense black ash and charcoal laden soil. احيانا كان بيوصل ارتفاع
الفحم والرماد لمستوى ما بين الكعب والركبة. This evidence combined with the pyramid radiocarbon they suggested it may have been premature to dismiss the old wood bird problem in our 1984 study. بيقول لك الدليل ده ممكن يأكد موضوع ال 1984 study بتاع الخشب القديم. A history unfriendly radiocarbon dating resulting from the Old Kingdom, especially from time of Djoser to Mankiri, اللي هو بيعتبر النتائج unfriendly للتاريخ يعني العادي اللي هو فرق ال 200 سنة زي ما قلنا. واضح انه بيحلل الفلوس اللي ادجار كيسي دفعها، يعني الراجل دفع فلوس بالهبل في تحليل العينات الكتير دي، لبسوه حوالي 195 عينة ولا 145 عينة زي ما قلنا قدام في الحلقة، وفي الاخر اخد بومبا وما لا ثبت له اطلانتس ولا مطلانتس ولا اي حاجه. In other words, it is the old wood effect that haunt our dates. الخشب القديم هو اللي اثر علينا. Creates a kind of shadow chronography to the historical dating of the pyramids. الاسماء العلماء اللي شاركوا في البحث طبعا يهمنا الاثنين اللي متعلمين بالاصفر، دكتور زاهي حواس، دكتور مارك لينر، اشهر اثنين في علم ال الاسود، مارك لينر وزاهي حواس. اتنين دكاترة شاركوا في الموضوع، والغريب ان الاتنين دكاترة ليهم كتب especially from Djoser to Mankiri. طبعا التاني كان اسمه ديفيد اتش كوتش. Pyramids Radiocarbon Project now has us thinking about forest ecologist site formation process. طبعا كلام هو كله بيتكلم حوالين فرق ال 400 سنة اللي مش عاجبينه يعني. عندنا بحث كمان لدكتور مايكل دي وديفيد وينجو، الاثنين كان طبعا معهم اندرو شورتلاند وغيرهم من الدكاترة، كانوا عاملين دراسة حوالين تاريخ الكربون المشع لمصر القديمة، وهنعرض هنا بس ابرز النتائج لان خلاص احنا فهمنا الطريقة وفهمنا الموضوع. طبعا بعرض البحث، اللي عايز يوقف الشاشة ممكن يوقف ويشوف، لكن يهمنا في الاخر النتيجة. منطقة الملوك بتوع الاسرة الاولى ديجر طلع تقريبا سنة 3218، ديجيت دين كا وحضارة نقادة التواريخ بتاعتها، وحضارة البداري التواريخ بتاعتها، ودي نتائج التحليلات اللي حصلت من مقابر الناس دي ومن اماكنهم. وبنشوف ان بعضهم زي ملك زي ديجر ممكن طلع معاه نتائج واصلة لحوالي سنة 3100. وهنا طبعا ذاكر اول ملكة لمصر كوين ميرنس تقريبا كانت في الاسرة التانية، والملك عاها ده الفيرست داينستي الاسرة الاولى. وطبعا حطت هنا الهرم الكبير، ما كانش يعرف بقية النتائج، مش عارف ان هما مزوين لقدام قوي هنا كده خالص. دي حضارة نقادة وحضارة ابيدوس وحضارة ناجا، وبيوضح شرح لكل الحضارات. هنلاقي تقريبا مفيش اي تحليل قرب وادي النيل اقدم من سنة 6000 قبل الميلاد، او مفيش حاجة اصلا بتقرب ل 5000، وده مش نتيجة ان البشر عموم قصير، نتيجة ان الارض دي كانت غرقانة. هنلاقي التواريخ البعيدة اقرب للصحراء، لان زي ما قلنا قبل كده ان مصر كانت
كلها تحت مستوى سطح المية لحد سنة 6000 قبل الميلاد. بس ده بيأكد البحث. عندنا بحث ثالث لدكتور جورج بنيني عالم المصريات الشهير، وبيشرح السامبل اللي أخدوها وهي موضوع قريب جدا من اللي حصل قبل كده، ودي الفحص بتاع التواريخ بتاعت الأهرامات، هتلاقي اسم الهرم واسم والمدة الزمنية اللي اتبنى فيها. ابن نمحات الأول راجع تاريخه تقريبا لسنة 1800 أهو، ابن نمحات أهو، مش عارف مش عارف أرسم خط مستقيم، نغير القلم، أوكي اغلق أهو، ده هرم ابن نمحات مثلا. احنا عايزين في الموضوع هرم خفرع، هنلاقي العينات بتاعته طالعة من سنة 3000 أو 2900 لحد سنة 2600 كفري. هرم خوفو برضو نفس الموضوع، طالع من، والغريب ان كده انت هتشوف ان هرم خفرع ممكن بدأ يتبني قبل هرم خوفو. وبالشكل ده انت ممكن تحسب الاعمار اللي طلعت لهم. طبعا البلك الكبير ده هي النتائج القريبة من بعض، زي ده كده، دي نتائج قريبة من بعض. ده معبد اسر كاف، اسر كاف هتلاقيه طالع تواريخه سابقة سابقة بكتير معبد خوفو. فهل ترتيب الاسرات اللي عندنا غلط؟ الله اعلم. لكن ده بيطرح فعليا نظرية قوية ممكن تكون موجودة، زي ما قلنا دايما، انا زي ما انا قلت تاني وبأكدها، ان انا تجاهلت عن موضوع الحضارة المفقودة لفكرة ان ممكن، لا ممكن الاسرة الرابعة هي الحضارة المفقودة، هي اسرة كانت متميزة جدا في المباني، وبمجرد ما اختفت ما نفس مبانيها ما حدش عارف يبنيها تاني، وكتير من الناس بدأت تاخد وتقتبس منها. هم ما فقدوش القدرة بالكامل الأسرات اللي بعد كده، لكن ما كانوش على نفس مستوى الروعة في الهندسة والقدرة في الإنشاء. ماشي، فبالشكل ده زي ما شوف ممكن يكون هرم خفرع سابق هرم خوفو. وكل هرم فيهم لو خدناها بقى بحذافيرها هنلاقي ان كل هرم فيهم ممكن اخد 300 سنة يتبني. النظرية اللي عايزين يستبعدوها ان ممكن الاهرامات دي كلها كانت بتبني في وقت واحد، يعني احنا حتى لو احنا كمان لهرم ايه كمان، زوسر مثلا، زوسر بيراميدز، هنلاقيه جاي في نفس الفترة، احدث منهم شوية. هنلاقي كمان ميديوم هرم ميدوم، احدث من اهرامات خوفو وخفرع. هرم مين تاني، مين تاني ممكن نجيب هرم، هرم اوناس، في ليه عينة واحدة قديمة بس ممكن دي مقتبسها من من اهرامات الجيزة، لكن اغلب عيناته التانية احدث من كده بكتير. فطبعا النتائج في مصلحة ان قدماء المصريين هم اللي بنوها، الاسر الرابعة بالتأكيد هي اللي بنت الاهرامات، مفيش اي مجال للشك في اي مرحلة. زي ما قلنا انت احنا بنكلم ناس هم ما عندهمش اي دليل على اي حاجة اصلا، غير ان المبنى رائع وجميل ومذهل وصعب ان حد يبني زيه، بس هل ده دليل على شيء؟ مش دليل على اي شيء، لانه في النهاية اتبنى. لكن فعليا نتائج الابحاث دي ممكن تخلينا نختلف مين بنى ايه بالظبط، وهل كلهم اتبنوا كمشروع واحد في وقت واحد، ولا كانت مشاريع مختلفة؟ هل اللي عمله ابن نمحات وسوناسرت كان مجرد
ان هم سرقوا من حجاره الاهرامات وحطوا في قلب الحجاره بتاعتهم بدل ما يقصوا الحجاره الكبيره دي فنقلوها وحطوها في قلب اهراماتهم وحطوا حواليها الجسم الخارجي من الطوب اللبن، ولا بمنتهى البساطه سوناسرت ومنمحات وغيرهم من ملوك الاسره الـ12 كانوا بيرمموا الاماكن دي اللي كانت مبنيه من قبل كده. ما تزال دي كلها ألغاز كتير، تفاصيل بقى كل عينة. هرم معبد سقارة 4222، معبد سقارة تاني عينة تانية 4460 قبل الميلاد، هامش الخطأ 52 سنة. معبد سقارة دي كل النتائج بتاعت معبد سقارة بيشرحها بالتفاصيل اهي، اللي عايز يقف عند اي نتيجة يشوفها. 4400، الأسرة الثالثة 4510، 4592، هنا الأرقام اهي يا جماعة اللي عايز يشوفها. دي الأسرة الثالثة داينستي 4 هرم زوسر، العينات اللي متاخدة من وسطيه استرو كلها في حدود 4000، أقدم من التاريخ المحطوط بحوالي 1000 سنة. ده طبعا بحث تاني عن نوع غيرهم. في تمبل كومبلكس اسوسييتد وذ ستيب بيراميدز، المجمع الجنائزي المرتبط بالهرم المدرج اللي هو هرم زوسر، هنلاقي أحدث تاريخ فيه 3744، بقية التواريخ كلها أقدم. هرم سخمخت ده آخر ملك في الأسرة الثالثة تقريبا، أو لا ده الملك اللي بعد زوسر وما كملش الهرم بتاعه، بنى مصطبتين بس تقريبا نفس التواريخ. بعدين هندخل في الداينستي 4 الأسرة الرابعة، في معبد سنفرو في ميدوم 3900، 4195، 4095، 3926. بنت بيراميدز اوف سنفرو هرم بنت اللي هو الهرم المنحني يعني، ده 4121، 4133. هرم سنفرو في ميدوم برضه في حدود 4000، النتائج عنده عالية شوية عن النتائج اللي كانت ظاهرة هناك. الرويال برودكشن سنتر ات جيزا، مركز الملكي للإنتاج، برضه هو حاططها في 3945. المتوسط سنة 4090 قبل الميلاد، ده مخلي الأحداث أقدم من كده بشوية. هرم خوفو ده ممكن وزن، لو حطيتهم كلهم في نفس هو مغير تاريخ بس عامل نفس الحركة بتاعة البحث التاني، كلهم بيحطهم في نفس الوقت. ده شكل هرم خفرع نفس الموضوع، تحس انه اقدم من هرم خوفو شوية، دي حاجة غريبة جدا. مصطبة الفران بتاعة شيبس كاف دي تحسها أجدد، فيها 3330 و 3700، واصلة في 3819 قبل الميلاد، ف جديدة جديدة بالنسبة للحاجات دي. الأسرة الخامسة وبعدين أسر كاف، الأسرة الستة أسر هرم أسر كاف برضو هناك كان أقدم من هرم خوفو.
هنا برضو ده هرم صحراء في أبو صير، ده حديث شوية، 3870. هرم أناس، معبد أناس أقدم من صحراء، رغم إن أناس ترتيبه بعد صحراء. داينستي 6 أقدم برضو. لا بس هنا في النهاية جايب لك بعض التواريخ 3500، يعني خلينا ما نلخبطش الدنيا على نفسنا. ده هرم سونسرت الثاني، ده اللي هو الكور بتاعه زي ما قلنا، قالوا انه اتاخد من اهرامات الجيزة عشان كده التواريخ بتاعته قريبة. بس بيرجع تحت بيظبط بقى النتائج، نتيجة السيجما اللي هو طلعها، فبيدينا بقى تواريخ أقرب اللي احنا عارفينها، اهي اللي هو سقارة، معبد سقارة اداله 3050 واستخدم المين 2 بسي. ده كان حاسب هنا الزمن صح كده، كان حاسب الزمن من غير، مش ميلادي ولا مش خاصم الألفين سنة اللي بعد الميلاد، يعني 3552 دي شيل منها بتاع ده، شيل منها 2000 سنة، يبقوا 1552 قبل الميلاد كده مظبوط. تاني بنرجع لسقارة، هنا ظبط التواريخ 2902 قبل الميلاد، ممكن منطقي تواريخ كده بقت منطقية أكتر. وده بقت الأرقام اللي موجودة في البحث لحد ما بيخلص في الآخر. في النهاية البحث المعتمد أكتر اللي كان فيه عدد دكاترة أكتر هو الأولاني اللي أنا شرحته. المهم عشان طولنا عليكم في الحلقة دي أكتر من اللازم، والحلقة كان المطلوب منها معلومة واحدة بس، إن تم فحص الأهرامات كلها بالكامل بالكربون المشع من بواقي الفحم اللي كان واقع ما بين الصخور، وكان داخل في وسط طبقات المونة اللي كانت ماسكة الحجارة ببعضها، وبالتالي فهو قريب جدا من التواريخ الحقيقية، والنتيجة كانت قريبة من الفترات الزمنية المعتمدة. الفارق في أبعد التحليلات كان 400 سنة أقدم، لا يثبت أي شيء ولا يوحي بأي شيء. وده اللي خلى العلماء المحترمين في الغرب زي روبرت شوك، زي غيره من العلماء، حتى إدجار كيسي نفسه والمؤسسة بتاعته، استبعدت الهرم الكبير من نظرية المؤامرة بتاعتهم وركزت على أبو الهول. وفي الحلقة اللي فاتت عرضنا صورة تمثال أبو الهول اللي حاطينه عندهم، وما لقيناش حاطط أي صورة للهرم الكبير، ولا جايب سيرته، ولا جايب سيرة أي هرم من الأهرامات. فده مع الحلقة اللي فاتت والحلقة اللي قبلها والحلقات التانية اللي هتيجي بعدهم، كل الحلقات دي هتأكد لك حاجة واحدة بس، ان الهرم مبني في الفترة ما بين 3000 قبل الميلاد و 2500 قبل الميلاد، عصر الدولة القديمة، في الغالب الأسرة الرابعة. وإلى هنا تنتهي حلقتنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.